واحنا بنتكلم على فكره ان الاهلي فرحه عابره للحدود، لازم ناخد في اعتبارنا قيمه القوه الناعمه بتاعتنا. لما يكون عندك نادي بهذه القيمه المؤثره في وجدان الاشقاء العرب والمحيط كله، لا لازم نقف عندها باهتمام وتقدير واهتمام. لانه مصر كان تواصلها مع محيطها العربي ومع اشقائها العرب عبر خطوط كثيره للقوى الناعمه المختلفه الفنيه والرياضيه و وابتعدنا فترات كثيره الحياه لاسباب مختلفه. لكن تلاقي النادي الاهلي ما في مباراه كبيره ومناسبه كبيره وبطوله كبيره الا ويعيد هذه اللحمه بقوه مع الاشقاء، وكانه بيضخ هذه الدماء العربيه الجديده في هذه العروق التي تيبست لفترات طويله. الاقي شفنا احنا طبعا الانفجارات في التعبيرات عن حب الاهلي وقيمه الاهلي وفرحتهم بالاهلي لدى معلقين عرب كثر. في المباراه الاخيره معلق قناه الكاس القطريه وهو المعلق البحريني خالد الحدي. الحقيقه الراجل هذا المعلق البحريني الجميل وهو بيشوف لحظه تتويج الاهلي وفرحه الاهلي الكلام يسعد كل مصري وكل اهلاوي ويبين لنا قيمه النادي الاهلي ودوره. نشوف تتويج الفريق الفائز النادي الاهلي. يتقدمه وليد سليمان اللاعب المميز طبعا، وهنا كل واحد ياخذ ميداليته طبعا في ظل الاحترازات الموجوده، وهذا طبعا بيبو اللي يقلد بالميداليات. الله يعينه الان كم كيلو ميدال ذهب يقلد وهو يساوي كل هذا الذهب. نعم نعم نعم، الخطيب يساوي كل الذهب ويستحق هذا الذهب، وكان الله في عونه يا خطيب لتحمل كل هذا. والله هذا اللي يقول لك يتائل بالذهب هو محمود الخطيب، هو محمود الخطيب. تدمع عيناه تدمع عيناه ويتوج هنا لدينا بكل هذا الذهب يا خطيب. والله تستحق كل ذلك، تستحق كل ذلك. وبادرة من كل لاعبي النادي الأهلي الذين يتوجون محمود الخطيب على كل السنوات وكل البطولات وكل ما فعله للنادي الأهلي. بدر بنون هو الآخر يتوج الخطيب بهذا الذهب يا خطيب، تستحق ذلك يا خطيب. شوف شوف الصورة الجميلة التي كانت ما بين محمود الخطيب ولاعبو الفريق، يستحقون كل هذا الأمر. والآن تسليم هذه الكأس لقائد النادي الأهلي محمد الشناوي، يرفع السابعة يا أهلي، السابعة يا أهلي، السابعة بروح الفانيلة الحمراء لنادي القرن. شوفوا بقى، رغم ان انا عارف اللقطه واتكلمت عليها وعشتها، انما والله الواحد يمكن جسمه بيقشعر. انا لا اتصور الخطيب الذي لقي من التكريم العشرات، منها المحلي ومنها الاقليمي ومنها الدولي، وخد من الجوائز العديد، الحذاء الذهبي، احسن لاعب في افريقيا. انا متاكد لو سالت الخطيب اللحظه الاغلى ليك في حياتك ومشوارك الكرة هقول لك هذه اللحظة. ليه؟ فيها صدق مشاعر، فيها مفاجأة رائعة، عمل غير مدبر، فيها ترجمة لكل يعني نقطة عرق بذلها الخطيب وجد المقابل لها في هذه اللحظة. تتائل بالذهب لما قدمته، لست من درويش أحد، أنا بقول هذا الكلام وساعات بقول ايه يا واد انت يعني هتبان لكن والله ما يحدث في النادي الاهلي وما يقدم من رموزه والى رموزه هو دروس يتوقف امامها العالم لمن يريد انه الروح الرياضيه، الصدق، الحب، الحميميه، الرسائل الساميه ان تسود. هي فعلا لقطه لنجم اسطوري يتقل بالذهب زي ما قال خالد الحدي.